ما هي مبطلات الصلاة؟ يا صلاة أفراشوش من الناتو. مهم جدا تعرف مبطلات الصلاة. يا صلاة أفراشوش ماوك بتام أنجبكارينا. أهم منه تعرف نواقض الإسلام. تلقوا ما انه نواقض الاسلام سلمنان يميا فرسو نقار صلاة ميا فرسو. نعم، لماذا نتعلم نواقض الوضوء؟ يا وضوء افراش لمنه من المارو. ومبطلات الصلاة؟ يا صلاتنا افراش. حتى تكون الصلاة صحيحة لا باطلة. صلاتك تككل عند تبوين يا تبلاشيتش الداتبوين. اهم منه تتعلم نواقض الاسلام حتى لا ينتقض اسلامك. እንዲያውም ትልቁ እስልምና የሚያፈርሰው እንማራለን እስልምና እንዳያፈርስብን. وهذا لا يفهم شيئا الذي يقول أننا نتعلم نواقض الإسلام حتى نكفر الناس. لا، نتعلم نواقض الإسلام حتى لا نقع في ناقض، وحتى نعلم الناس حتى لا يقعوا في نواقض الإسلام. እስልምና የሚያፈርሱት ነገሮች እንማራለን እስልምናችን እንዳይፈርስብን. እስልምናን የሚያፈርሱበትን ነገር የምንመረው እስልምናን ያቅለጥን ሙስሊሞችን ለማክፈር አስበን አይደለም። መጀመሪያ ታሳቢ የራሳችን እስልምና ለመጠበቅ መፍሁም ኢዛ ሙሂም ጅደን ማዕሪፈት ነዋቅድ አልእስላም ሀዛ አሀም ሸይ ሐታ ላ ተቃዕ ፊ ናቅድ ወሙብጥላት አሰላ ወነዋቅድ አልወضوء ወሙፍሲዳት አስያም ናም እያንዳንዳችን እስልምናን የሚያፈርስ ነገር ልናውቅ ይገባናል። የሶላት አፍራሽን፣ የጦም አፍራሽን፣ የሶላትና አፍራሽ ፈለዚ ላ ያዕሪፍ ሙብጥላት አሰላ ቀድ ተኩን ሶላቱ ባጢለ ሁ ላ የድሪ። የሶላት አፍራሽን የማያውቅ ሶላቱ ፈርሳበታለች። እሱ ሳያቅ ሳያቅ ናም አልአወል አልአወል አልከላሙ ልዓም አን የተከለም ሙትዓምደን عوق ومن ناقر وصلاة فرصة عالما تحريم الكلام في الصلاة فصلاة من ناقر حرام غنون إياوك ذاكرا لا ناسيا إياستاوسا استوصيبون فالصلاة باطلة صلاة طولك تكون إذا تكلم جاهلا جاهل هو مهيم هو بالناقر ناسيا رستو فالصلاة صحيحة صلاته يبقى فتح على الإمام لا إمام ولا بيتافا وتناقر الصلاة صحيحة صلاته صحيحة الثاني الضحك الضحك هذا نوع من الاستهزاء كيف تسخر وتستهزئ وتضحك في صلاتك صلاته استهون ومسعك صلاة استهون ومساك ما شوفنا ليت صلاة يسجد يا شوفنا مبطل للصلاة الضحك الأكل الشرب صلاة يقبل الشال مساك مبلات مدتات ومن العجب أن يأتي بعض الناس ويقول هذا اللي يخزن القات يستطيع يصلي وهو مخزن القات نيقرمو وجات ጉንጫቸው ከተው ይሰግዳሉ። ምን ይላሉ? ጫት ያነቃል እንጂ ሶላት አያበላሽም ይላሉ። الثالث الاكل ذكرنا الاكل والشرب والضحك نعم الخامس الحركه الكثيره حركه كثيره نعم ብዙ እንቅስቃሴ متواليه متتابعه አከታታይ የሆነ ተከታታይ የሆነ እንቅስቃሴ عرفا يعني تنظر اليه تظن غير مصلي من كثره ما يتحرك يا انك سكاسي او بزات من لكاو اي تاو انك سكاسي ما بلو يعني ياخذ التليفون ثم ينظر فيه في الارقام ويجيب انا في الصلاه مثلا نعم موبايل يا يعني تصلات انا بلو مارس سيسات سيدول الناتين لغير حاجه يا لا حاجه خرج بهذا ما لو تحرك لحاجة مثلا يتقدم إلى السترة مثلا لحاجة ما بين كساكس كذا يقرأ ما
هون يا له حاجة ويتنكسر أو يرد المار بين يديه. لحاجة ما بينكسر وده انتنو وإذا ما على شو لا إن دعفوا لما كل بينكسر أبلش. نعم. الالتفات الكثير عن القبلة، يعني هذه القبلة هو يلتفت هذا الاتجاه أو هذا الاتجاه. نعم. قبلة لقوم الظهر لتندني عندهم قبلة هنا لهني هالمظهر. نعم. انكشاف العورة. فرتها جلاو المجلات صلاة أبلش. وهذا أكثر ما يكون في من يصلي في البنطال عندما يركع ويسجد. إذا انكشفت السوءة، انكشفت العورة، بطلت الصلاة. جاهل متعمد ناسي، صلاة باطلة. بتليه بنطال ملوتني ولا لي من العون. بل ها؟ سوري لو صار أباب سوري سجود نعم سيادة كي جلة البطل أوكو يوكا إيه لو صار مساجر سو صلاة بلاش البطل. انتقاض الطهارة وضوء مفرس يسجد. تخاف من من؟ أنت تخاف من من؟ مسلم تخاف من من؟ وضوء فتح تخاف من الله. ما أن أنت فرعك عقرت عليهم بيفسك ما انتقضت الطهارة يقينا عندك تخرج ولا بد ما تكمل الصلاة. صلاة انت الوضوء تبع الشباب هذا ما كتر الا ما اننا ما تفرع وطخت. وانت لست الوحيد على هذا صح؟ كل الناس يخرج منهم ريح. انت بتشعر النوم ولا يفسد. تخاف من الناس اكثر من خوفك من الله؟ الله يا من لتما أن أنت فرعده قنا فسايني على بلاه ندعك أمر بس. لكن ممكن هذا يخرج هكذا يضع يده وكأنه جاءه رعاف في أنفه ويخرج خلاص والحمد لله يتخلص من هذا الإشكال. نعم. عند هذا الرعاف مطابين قلوه بيوتا ما مساسيا موتوتا قد بفس بشاد الدم إنها فسا موتوهيرنجي بفرات اللي كان سواء الجبهة ما أنت بتعمل لهم فسام ولا يفسانهم.